عايز اقول لكم حاجه على عيشه اللي زعناها لحضراتكم المكوجيه. كان في حاجه في ذهني انا عيشه اتكلمت شويه، انا شلتها تقريبا، شلنا نص الكلام او جزء كبير من الكلام عن اخواتها وخلينا جزء صغير. فيعني انا فكرت ليه هزيعه، فقلت انا هزيعه لسبب بسيط، انه كل واحد مقصر في حق اخواته. لان انا قلت لعيشه، ما اعرفش ده طلع في التقرير ولا لا وانا بسجل معاها، قلت لها اخواتك هيزعلوا منك. طلع قالت لي ما يزعلوا، ما هي دي الحقيقه، يعني عشان انت لو مزعل اختك ولا مزعل اخوك ولا بتاع ممكن يقف سكتي ممكن يقف سكتي او يطلب مني انه يطلع، فانا هطلعه مش عشان اهين اخوه، لكن عشان اقول لكل اخ زعلان من اخواته يلم الدور. صلة الرحم دي حاجة جبارة. انا مش بقولك اديله فلوسك ولا بقولك تبرع له، مش بقولك ده خالص، انما لما تبقى بوضع عيشة كده ومثلا تتزنق في شهر في الايجار، يعني ده لو واحد اصلا مش اختك او مش اخوك هتتصرف معاه تصرف ارق شوية من كده. وياما ناس ساكنين في بيوت وبيقعدوا ما شفتوش عبد الحليم حافظ وزينات صدقي، صبرت عليه كتير قوي، هو ما كانتش اخته ولا كان عايز تتجوزه على فكره، بس كانت بتحبه لانه ولد كويس. ف ده سبب كان كافي بالنسبه لي وبالنسبه لزمايلي ان احنا نزيع عشان نقول لكل واحد مزعل اخواته، مش بقول لك بس صالحهم، بقول لك خاف على نفسك، لان ممكن اخوك يطلع في التلفزيون ويحرجك قدام جيرانك وقدام اهلك وقدام، مهما قلت ان هو ممكن تقول ان هو كذاب وان هو بتاع مش، لا مفيش اخ يدي في التفاصيل دي. فدي ليها معنى، يعني الحكايه مش مجرد واحده بتشكي وبتفضفض، لا واحده بتشكي وبتفضفض، فالرساله دي بتطلع من خلال التلفزيون بتقول لكل واحد. انا اعرف خلافات مش عايز اقول عليها حد، خلافات قبيحه بين اخوات، عيشة على ورث وعيشة على شقة وعيشة على مش عارف ايه، يعني مفيش مانع ان احنا نختلف، بس في مانع شديد ان احنا نقطع صلة، نقطع الرحم، لا نصل الرحم. وفي مانع شديد يبقى في الخلافات بين الاخوات او بين اي حد، يبقى فيها قبح، يبقى فيها قلة ادب، يبقى فيها خروج عن اللياقة والحاجات دي كلها. الاختلاف بين الناس وارد، يعني مفيش مانع ابدا واحد يختلف مع اخوه، ده وارد جدا، لكن بأدب وباحترام وإنه ما يقرص عليه وإنه ما يزنقه وما يزنقوش، عشان الأخوة ليها يعني ليها إيه؟ ليها عشم، يعني في عشم، أنت بتبقى عندك عشم في جارك وفي أخوك، في جارك وصاحبك، فأكيد إن يبقى في عشم كبير بالنسبة للأخ والأخت. فإحنا عشان كده زهقنا حكاية عيشة إمبارح، لعل وعسى اتشافت كويس، لعل وعسى بس الرسالة دي تصل لبعض الناس اللي قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة، موجودين على فكرة، موجودين، وده شيء على فكرة بيبقى شيء يعني حاجة وحشة جدا. وفي حاجة مهمة يمكن هقول لحضراتكم عليها بكرة مع الدكتور عمرو يسري، إن دي الإنسان لما بيبقى قاسي في معاملة أهله ومريح قوي ومبسوط قوي بمراته وعياله ومش عارف ايه وبتاع، القسوه دي بيورثوها العيال منه. اوعى تفتكر ان انت مجرد جينات بس، لا، الولد بيتعلم منك انت، وده اللي هنتكلم فيه بكره مع الدكتور عمرو يسري، انه الاطفال في مرحله المراهقه بيشوفوا اهاليهم بيعملوا ايه، ياخدوا منهم حاجات، ودي حاجات كلها مش ممسوكه لكنها موجوده والدراسات كلها اكدتها.